قصفت طائرات النظام روسيا غاراتها على أحياء عدة بحلب، إضافة لمناطق في ريف المدينة، مستخدمة الصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة، إضافة لقنابل الكلور السامة في منطقة الجندول. وأفاد مراسلنا بأن القصف أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين، إضافة لدمار كبير في المباني السكنية والممتلكات. تستمر موجة الموت والتدمير فيما تبقى من أحياء مدينة حلب بسبب القصف الجنوني الذي تنتهجه الطائرات الروسية وأيضا الطائرات السورية على الأحياء المدنية من مدينة حلب في يوم هو الأعنف من القصف المستمر على أحياء المدينة، طبعا منها الأحياء الغربية كحي المشهد الذي تعرض لغارتين مساء أمس، طبعا أسفرتا عن دمار كبير بممتلكات المدنيين، وأيضا حياء الإنصاري والسكري اللذان تعرضان للغارات بالقنابل العنقودية، وأيضا أحياء بستان القصر والكلاسة وجسر الحج وحي الفردوس الذي تعرض لثلاثة غارات البارحة بالصواريخ الفراغية من الطيران الروسي، أسفرا عن شهيدين وعدد كبير من الجرحى، فضلا عن الدمار الذي حل بالممتلكات المدنيين. هنا في حي الصالحين الذي تعرض صباح هذا اليوم لغارة من الطيران الروسي أسفر عن هذا الدمار الكبير، لا تزال فرق الدفاع المدني حتى هذه اللحظة وفرق الإطفاء تحاول إطفاء الحرائق التي نشبت في ممتلكات المدنيين وفي المحال التجارية. كما نرى حولنا الدمار الكبير الذي حل بهذه المنطقة، هنا مكان الصاروخ، فرق الدفاع المدني تحاول فتح الطرقات من جديد. طبعا كما قال لنا الدفاع المدني 6 شهداء حتى هذه اللحظة وعدد كبير من الجرحى، أيضا في الأحياء الوسطى من المدينة كحي المعادي الذي تعرض لغارة بالقنابل العنقودية، وأيضا في الأحياء الشمالية الشرقية عدة غارات من الطيران الروسي والسوري على أحياء طريق الباب، لا تزال حتى الآن فرق الدفاع المدني تحاول انتشال من تبقى من المدنيين العالقين تحت الأنقاض، وأيضا حرائق ضخمة في حي الصاخور وعالقين تحت الأنقاض بسبب القصف المكثف على أحياء المدينة. أحد المدنيين يتحدث لنا هنا عما جرى في حي الصالحين من قصف. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم عم تجيب خبز وعالم عم تروح بتأمن لقمة خبز، ما حسينا مثل بركان، هي يد من حديد، هيك بدكم يا اللي بيركين بالبلد، هيك بدكم يد من حديد شعب هون، شعب اللي راي يجيب خبز واللي راي يجيب لقمة عيشه، سكر طريق ما سكر الله بسكره، انتم ما بتسكروا طريق، نحن هون شعبنا نضل بيركين لاخر نقطة دم، خربتوا بيوتنا وهربتوا، الله استغفر منه، الله استغفر منه، بس دمر بيوتنا، قتلنا اولادنا، ايش نسوي؟ الله استغفر منه بس. اذا اليوم ومنذ الفجر حلب تحترق بكل ما تعنيه الكلمه، اكثر من 60 غاره جويه من الطيران الحربي السوري والروسي على احياء المدينه وريفها، طبعا لا شيء جديد في مدينه حلب سوى عدد الغارات وازدياد عدد الشهداء والجرحى في ظل الصمت الدولي والعالمي عما يجري في مدينه حلب من قتل وتهجير. باسل ابو حمزه لاخبار حلب اليوم، حلب. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في حلب باسل أبو حمزة. باسل، ما هي آخر التطورات الميدانية في حلب وريفها وما نتائج القصف؟ مرحبا بك أصلان. أولا طبعا ليس هناك أي هدوء في مدينة حلب، أكثر من 100 غارة على مدينة حلب وريفها منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. طبعا أجواء المدينة دائما مزدحمة بطائرات النظام وحلفائهم الروس، قصف لا يهدأ على أحياء المدينة المكتظة بالسكان المدنيين. طبعا معظم أحياء المدينة اليوم تعرضت لقصف طائرات النظام، أكثر من 15 شهيدا قضوا اليوم في القصف العنيف على المدينة بالأحياء الغربية، طبعا المشهد والإنصاري وبستان القصر والسكري والكلاسة، وأيضا مرورا بالفردوس وحي المعادي وصولا إلى المرجة وباب النيرب، وأيضا أحياء حلب القديمة، وأيضا حي طريق الباب والصاخور وحي بعيدين، وأيضا طريق الكاستيلو الذي تعرض لقصف عنيف، وحيي الخالدية وبني زيد.
نعم، طيب كيف تبدو الأوضاع المعيشية في حلب في ظل استمرار انقطاع طريق الكاستيلو؟ طبعا أريد أن أذكر أمر على طريق الكاستيلو، أنه ليس بالأمر السهل العبور على طريق الكاستيلو، أو هو شبه مستحيل للمدنيين. انقطاع لليوم الثامن على التوالي، ليس هناك دخول أي موارد غذائية إلى مدينة حلب. طبعا النظام يستهدف بالرشاشات الثقيلة وبالقصف المستمر والعنيف لكل ما يحاول الخروج من مدينة حلب. طبعا الحالة مأساوية وصلت إليها مدينة حلب أصلا كما نعلم، قصف مكثف من الطيران، وأيضا لا بالليل والنهار طبعا قصف لا يهدأ. البارحة مساء معظم أحياء المدينة قصفت، وتجدد القصف فجرا، وأيضا اليوم بالنهار طبعا جدد الطيران قصفه للمناطق. طبعا كما قلت لك أصلا ندرى بالمواد الغذائية، وحالة مأساوية مريرة العيش وصلت إليها مدينة حلب وسكان المدينة الذين ما زالوا صامدين متمسكين بمدينتهم. نعم، مراسلنا في حلب باسل أبو حمزة، شكرا جزيلا لك.